بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي ابني هيورينا حاجة دلوقتي، فأنا مش هنحكي. يلا بينا حبايبي نشوف ابني بقى هيعمل ايه دلوقتي. يلا يا فتحي. هو حكالي على مشهد عمله الصبح جميل جدا، فحب اللي هو قال لي يا ماما المشهد دوت لو صورتيه هيعجبك جدا. فهو مش هنحكي المشهد ايه بالظبط، بس احنا هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. ده الحمامة، ده كقر. دي كده العشة بتاعت ابني. الحاجة اللي بره ديت بقى هو كان مش عايزها. ده الدكر ومطلع له مطلع نتايه. سبحان الله. ده انت يا فتحي كده. شفتوا حبايبي المنظر؟ طبعا انا ما رضيتش احكي لكم بالظبط، لان هو لما حكالي الصبح على المنظر ده، هو قال لي يا ماما انا بعمل كذا كذا، بطلع الذكر على السطح. فقلت له طب ليه يا فتحي ده يطير؟ فقلت له مش هيرجع لك تاني. قال لي لا يا ماما مش هيطير، لان هو يعني النتايه اللي هو طلعها ديت بيحبها جدا جدا سبحان الله. فقال لي مش ممكن يطير ويسيبها. فزي ما احنا ما شفنا كده لما طلع له، عشان هي بس عليها بيضه بيه، عليها بيضه، هو لسه مطلع له زهور لغايه دلوقتي. فعشان كده حبايبي اللي هو بيرجع تاني فسبحان الله. اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ام ندى وفتحي، وكان معاكم فتحي ابني. باي.